المرة الثالثة يتم تنظيم الأولمبياد العالمي في علم الفلك في سوتشي في روسيا. هذه المرة بمشاركة 20 دولة من مختلف أنحاء العالم. وللمرة الأولى يشارك المنتخب القطري في هذه المسابقة. وعلى الرغم من ضيق الوقت الذي أتيح للمنتخب القطري للتحضير لهذه المسابقة، أثبت الطلاب والتلاميذ القطريون رغبة في النجاح والتفوق. أحد الطلاب حصل على ميدالية فضية. معكم الطالب محمد عبد الله الحوثي من مدرسة قطر علوم التكنولوجيا الثانوية للبنين، الحاصل على الميدالية الفضية في مسابقة أوبن وورلد أسترونومي في روسيا. أحب أشكر طبعا الوزارة في قطر، وزارة التربية والتعليم والتعليم العالي. ثانيا أحب أشكر السفارة القطرية في روسيا بسبب دعمهم الدائم لنا في التواصل في هذه الرحلة. ثالثا حاب أشكر المنظمة في روسيا على هذه الاستضافة الطيبة. معكم الأستاذ نبيل أيوب من مدرسة قطر للعلوم والتكنولوجيا، مدرب ومشرف الفريق القطري وفريق الوفد القطري المشارك في مسابقة الأوبن وورلد أسترونومي أولمبياد. بفضل الله وبدعم من وزارة التربية والتعليم والأهل طبعا ما بننساهم في هذا، بفضل الله تكللت هذه الجهود بالحصول على 4 جوائز، ميدالية فضية و3 honorable mention.